فوائد صحية عديدة لخل التفاح. يصنع هذا النوع من الخل من التفاح الذي يتم تخميره، ويباع على جانب شكله السائل كحبوب أو علكة أو مسحوق. ويتوفر أيضاً شكل غير مصفى من سائل خل التفاح، يحتوي على طبقة سميكة من بكتيريا بروبيتيك، والذي تحتوي ميكروبات تحسن البكتيريا المفيدة بالجسم، وخصوصاً تلك الجيدة لصحة الأمعاء. ويمثل حمض الخليك أو الاستيك العنصر النشط الرئيسي في خل التفاح، وقد ارتبط بنتائج صحية إيجابية مثل تقليل بعض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب. وبحسب المختص في الطب البشري جوش ريد، فإن تناول خل التفاح قد يساعد أيضاً في خفض نسبة الكوليسترول، خاصة عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. ونقل موقع USA Today عن ريد قوله: الخل غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والفسفور والكالسيوم، وهي معادن أساسية للصحة ووظائف الأعضاء السليمة. وأضاف ريد: يتميز خل التفاح باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تزيل الجذور الحرة من خلايا الدم لمنع أو تقليل فرص الإصابة بالأمراض. يستخدم خل التفاح أيضاً لأغراض عديدة كحفظ المأكولات وإعطاء نكهة للأطعمة وتعقيم الخضروات والفواكه والأسطح المختلفة. أضافة إلى ذلك، يتمتع خل التفاح العضوي بخواص عدة تتيح استخدامه كعلاج منزلي لبعض الأمراض والمشاكل الصحية والوقائية. ومن فوائده واستخداماته الشائعة التحكم في سكر الدم والمساعدة في فقدان الوزن. لكن يجب التنويه أن أهمية استشارة الطبيب قبل تناول خل التفاح وإدخاله إلى النظام الغذائي وعدم الإسراف في تناوله بكثرة.